القوات العراقية تسيطر على حي الزهور في مدينة الموصل وتحبط محاولة إرهابيين من داعش التسلل باتجاه قضاء الشرقاء. مشلين عازر. تشهد عملية تحرير الموصل تقدما سريعا وملحوظا للقوات الأمنية في أكثر من محور. قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي أعلن أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب استعادت 6 أحياء في شرق الموصل من إرهابي تنظيم داعش. المهمة رئيسية وأساسية في تسهيل عملنا المقبل داخل المدينة إن شاء الله، بعد أن أنجزنا تطهير كافة كوك جيلي بشكل كامل. أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قالوا كلمتهم في هذه المنطقة واتكلوا على الله وباشروا منذ الصباح الباكر، وأنجزت كافة الأعمال قبل الساعة 2 بعد الظهر. الجيش العراقي أكد في بيان له أن قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب حررت أحياء الملايين والسماح والخضراء والقدس والكرامة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. من جانبها تمكنت القوات العراقية من إفشال محاولات تسلل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إلى الشرقات وقتلت عددا كبيرا منهم. كما تمكنت قوات الحشد الشعبي من قطع الطريق الرابط بين الموصل وتل عفر وقطعت جميع خطوط إمداد داعش واتصالاته، وأمنت الطريق بين بيجي والقيارة وتقدمت باتجاه تل عفر غرب الموصل محررة أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي. بدورها أعلنت قوات سرايا الجهاد المنضوية تحت الحشد الشعبي عن تحرير 3 قرى في عمليات غرب الموصل، وأكدت في بيان لها إن قواتها انطلقت في عملية كبيرة لتحرير المناطق والقرى غرب القيارة باتجاه خط اللاين، مضيفة أن قواتها استطاعت تحرير قرى قطان وحبارة ومشيرفة وما زالت تواصل تقدمها.